أعزائي مشاهدي الوطن في كل مكان، أهلا بكم معانا في لقاء جديد. معانا النهاردة نموذج من النماذج الجميلة الموجودة في محافظة دمياط، عبد الرحمن فارس من الشيخ درغام، قرية الشيخ درغام، بيشتغل ميكانيكي متعدد المواهب، تحدى نفسه وتحدى الظروف وواجه كل التحديات بقوة. اشتغل ميكانيكي بقاله 4 سنين ولكن عنده مواهب كتير هيكلمنا عنها. ازيك يا عبد الرحمن؟ أهلا وسهلا بيك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كلمنا كده عن المهنة دي، أنت اتعلمتها فين وإمتى وبقالك قد إيه شغال؟ كلمنا كده عن قصتك الجميلة. عبد الرحمن فارس درس الشغل، شغال في مدينة دمياط ميكانيكا عربيات، وشغال من 2019. يعني اتعلمت ازاي وازاي اتجهت للمهنة دي دون عن غيرها من المهن؟ بحب شغلانة العربيات لان انا طبعا من صغري وانا كنت يعني واقف على السكة في الشيخ درغام عندنا واقف، طبعا بحب شغلانة العربيات وبحب العربيات، فبفضل الله رحت وقفت مع واحد من عندنا من الشيخ درغام اسمه الاستاذ حمدة معروف، هو اللي علمك؟ هو اللي علمني الشغلانه ديت، وقفت معاه واتعلمت وقفت وشفت. ليه اخترت الميكانيكا دونا عن اي مهنه تانية مع انها صعبه وممكن انت قد تواجه تحديات او مشاكل؟ لا هو عادي، هو المشكله ان انت دي حاجه انت بتحبها، فيعني مش انت بتحبها عشان كده اتعلمت بسرعه. فهمتها. خدت وقت وانت بتتعلمها؟ طبعا اخدنا شويه وبعد كده بتتعلم. قولي بقى بتتعامل مع الناس ازاي والناس بتتعامل معاك ازاي لما حد يجي مثلا يصلح عربيته بيتعاملوا معاك ازاي؟ عادي بنتعامل عادي وبرضه بنشوف ايه العطل اللي في العربيه وبنعملها. ازاي خليت الناس هنا تحبك بسرعه كده وانا يعني جايه شايفه الناس بتتعامل معاك وعارفاك وصيتك اتذاع في دمياط كلها ان انت من اشطر الميكانيكيين الموجودين في دمياط؟ عادي يعني مع كلامي مع الناس وكده، اسلوبك واسلوبي مع الناس وكده. كلمنا برضو عن تجربتك كممثل، وانا شايفه ليك فيديوهات على التيك توك وعلى الصفحات. بنمثل برضو مع الميكانيكا، بنعمل فيديوهات وكده وبنعمل فيديوهات برضو على التيك توك. كوميديا ولا فيديوهات ايه؟ فيديوهات كوميديا. كوميديا في كوميديا وفي شعبات. ايه بقى اكتر تعليق الناس بتعلقه وعلق معاك وحسيت ان هو يعني فاكره قوي ومش بتنساه؟ في ناس تفضل تقول لك عاش ومنور وكده، فبتتبسط. طبعا برضه اللي بيفضل يقول لك عاش وبيفضل يقول لك عاش في فيديوهاته واعمل فيديوهات يعني وما تبطلش وكده. اكتر حد دعمك تبقى ميكانيكي شاطر، المعلم بتاعك ولا والدك ولا مين؟ لا طبعا المعلم بتاعي. المعلم بتاعك؟ احنا يد واحده وزي اخوات برضه. يعني اكتر حد دعمك وشجعك وقالك انت تبقى معلم شاطر مين؟ الاستاذ حمدي معروف. هو ده اللي علمك؟ شايف منك ان انت هتبقى شاطر. تتمنى ايه في المستقبل؟ اتمنى ان شاء الله نفتح مركز كبير باذن الله، وفي جماعه الصيانه بتاعت العربيه.